يقول البهادل ابويا خدم يا معون الكرام يا تعبنا يا عربانا يا ابو حسن كفاك كفاك يا معون الكرم والدهى يا ماما مار كفاك وعلى كف الليالي يا ابن امي على كف الليالي الليالي طفح كفاك كفاك اذا مقطوع يا عباس ما همني علي ابويا ما همني ما همني ما همني يا زينب قطع شفايها من الجود ظل خالي ظل خالي بدي يا ماما وره لاي وره لاي وره لاي بس قطر ضعن خلتي يا ممي انا بس قطر يا ابويا بس قطر ضعن خلتي وره لاي دليل وصحت بعيوني والحراس بأي قال الإمام إلى البصرة مقيد وويله وجاءوا به هكذا صور الحالة بدو أروح لك وإن ما راكوا هذا إمامكم الإمام الصادق يقول قد وصلكم قليل من كثير من المظالم التي مرت على أهل البيت لو جاي ذيك شلون ذين أبوي هذا الإمام أوصلوه إلى البصرة عند سجن عيسى بن جعفر فبقي مدة مقبلا عليه السجن بقي سنة كاملة مدة مقفلا عليه السجن لا يخرج إلا للطهور وإدخال الطعام وويله ثم بعد ذلك طلب عيسى بن جعفر من هارون الرشيد بأن ينقل الإمام إلى بغداد لأنه لم يرى من الإمام إلا العبادة والتضرم والكلام يطول قد قبل اللعين هارون قول عيسى بن جعفر ونقل الإمام مقيدا بالسلاسل والحديد رحم الله من نادى وإماما والسجين ينهاب وتشيل تشوفوه والسجين ويلا وغريبة ومظلومة رحم الله من نادى وإماما وغريب والسجين ينهى يا ابو تشيل الجفوف او يا حلات اللي هلي شيعون عاد ما صارت لابن جحفر يا حيف عاد ما صارت لابن
جعفر يا هيف ريت هاشم عنده ويشيعون بالغرب خلصت حياته وبالعذاب والأشيرات نعش العدي يحملونه ثم بعد ذلك أيها المؤمنون أيها المعزون أيها المشيعون جاءوا به إلى بغداد عند سجن الفضل بن يحيى وأخذ الإمام ينقل من سجن إلى سجن ويا ابن البصرة سجن بغداد جاب شوية كعبيات نقرأكم ذكر عبد الزهر الكعبي ابن البصرة سجن بغداد جاب يحضرون يحضرون أتمنى كون كل أهل يحضرون أتمنى كون بوي يا بوي تعرف ليش يقول إجا واحد قال للسجان قال له أنت راح تسمه قال له حتى لو تسمه ما تستفاد بس أنت إذا تريد تكتله تموت الإمام سمع هدف شايفين قال له شلون قال له بس سب الزهراء قدام الإمام هو يموت الإمام قهر يموت رحم الله من أنا وإمامه وغريبه ومظلوم أتمنى كون كل أهلي يحضرون والحالة وهضم يشوفون والونت وصوتي سمعون يا يما يا زهراء وعلى حالة ما ظني صبرون وين بني هاشم وعلى حالة ما ظني صبرون ثم بعد ذلك سجون الإمام في سجن السند بن شائك وهذا السجان أشد عداوة على أهل البيت لا حول ولا قوة إلا بالله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ثم أمر هارون في ذلك اليوم عندما وصل إلى سجن السندي بأن يضيق على الإمام وهو داخل السجن وإله وغريب ومظلوم ثم بعد ذلك يوما من الأيام طلب الإمام حاجة من السجان بأن تقضى له تقول الروايات انظر ايها الموالي خلي عينك على هاي اللقطات يقول سطر الامام على وجهه